تتكاثر الشائعات حول مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع النادي الاتحاد السعودي، وسط أحاديث عن عدم سعادة نجم ريال مدريد السابق مع العميد ورغبته في الرحيل. أكد الصحفي السعودي سامي القاضي أن كل الأنباء المنتشرة عن معاناة نجم نادي الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما من إصابة عضلية غير صحيحة، كشفا أن المهاجم المخضرم يعاني من الإصابة بفيروس كورونا. وكتب القاضي عبر حسابه الشخصي على منصة الإكس تويتر سابقا: غياب بنزيما الفترة الماضية بسبب تعرضه لفيروس كورونا، وذلك بعد عودته من خارج المملكة، وليس كما يشاع إصابته بالعضلة الخلفية. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام الماضية أن بنزيما تعرض إلى إصابة عضلية قوية أدت إلى غيابه وعدم مشاركته مع الفريق الاتحادي في الفترة الأخيرة، كما زعم البعض أن هناك رغبة من اللاعب الفرنسي بالرحيل عن صفوف الاتحاد. لكن وفقا لما أعلنه الإعلام السعودي وليد الفراج، فإنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن مطالبة بنزيما بفسخ عقده مع الاتحاد، موضحا خلال حلقة برنامجه الأكشن مع وليد: بنزيما قام بتجهيز منزله الجديد في جدة، واللاعب في مقر نادي الاتحاد بالعيادة الطبية لتلقي العلاج بعد إصابته، مؤكدا أن الجهاز الفني ينتظر رأي الجهاز الطبي غدا الثلاثاء ليقرر مدى إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الديربي أمام الأهلي. ليرد ضيوف البرنامج وفي مقدمتهم محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق على شائعات رحيل النجم الفرنسي، حيث قال: بنزيما مستمر مع الاتحاد وما ظهر من أخبار مجرد شائعات. كما نفى الإعلام الرياضي عبد الله الدسيري شائعات مغادرة النجم الفرنسي، موضحا عبر حسابه الرسمي بمنصة الإكس للتواصل الاجتماعي: بنزيما مهاجم الاتحاد يتواجد رفقة عائلته في مدينة جدة، وعدم صحة الأخبار المتداولة عن مغادرته إلى بلده فرنسا وعدم إكمال عقده مع النادي. هذا ويقام ديربي جدة المنتظر بين الاتحاد والأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الدولي الجوهرة المشيعة أمسية الجمعة 6 أكتوبر تشرين الأول، ضمن منافسات الجولة 9 من دوري الرشن السعودي. ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الرشن برصد 19 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الأهلي في المركز السادس برصد 16 نقطة. يذكر أن الاتحاد أعلن إصابة بنزيما في بيان رسمي نشره الاثنين 25 سبتمبر أيلول، وقال النادي المنتمي إلى مدينة جدة أن بنزيما تعرض لإصابة على مستوى عضلة الفخذ اليمنى خلال التدريبات الصباحية، وسيحتاج إلى برنامج تأهيلي وراحة لمدة تصل إلى أسبوع. وفرد بنزيما نفسه نجما فوق العادة في الموسم الجاري من دوري الرشن السعودي مع الاتحاد، عندما سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين من 6 مباريات خاضها مع فريق النمور.